تسأل المسؤول وقول له احنا يعني 10 دقائق ما حيصير شيء بين الساعة 3 والساعة 3 و10، العمارة مش حترجع تاني خلاص. يعني احنا بدنا أربعة أنفار بس، أربعة وكلهم لابسين الدروع، مش حيروحوا يجيبوا أجهزة قتالية ولا حيجيبوا، حيجيبوا كاميراتهم وشغلهم. هذول كانوا في بث مباشر، يعني تو كلهم هيهم شوفهم تو رجعوا، كانوا كلهم في المستشفى في مكان وين قتلوا العشر أنفار امبارح في المزرعة. هذول كلهم هيك الناس الجاية، ما في حدا منهم مخرب. إذا أعطينا 10 دقائق ساور المسؤول قول له يعني 10 دقائق ما حيصير شيء. يابا اتفضل. ولا واحد صار على الناس، صار على الناس. احنا محترمين رايكم يا عمي، احنا ما بنقول لكم بدنا نيجي غصب عنكم. اعطينا 10 دقائق. لا اخوي ليش 10 دقائق هالقد؟ احنا صار لنا ساعه قد نصف الناس، بدنا انه الناس يرجعوا للعماره للبوشه، بدنا خاطر من شانهم مش من شاني، هذا حياتهم مش حياتي. بقول احنا الا نتجادل معك الا 10 دقائق، لو في ال 10 دقائق سمحت لنا نروح كان راحوا جابوا الاجهزه تاعتهم ورجعوا. يعني احنا مش باكين على الجهاز، خلاص انت بدك تسوي سويه. احنا يعني تعب عمرنا كله راح، بباتنا ذكرياتنا حياتنا ضيعتوها. بدك تتكلمني هالوقت على كاميرا؟ ما بدي احكي على كاميرا، خلاص ما بدي. اللي بدك اياه سويه، انا حسكر واعمل اللي بدك اياه. في رب كبير. تفضل يا ابا. صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. لقيت في ناس بالبرج ولا لا؟ لا لا ما في ناس، لا ما في ناس. ما في ناس؟ لا ما في ناس، لا. في عملية مسح ورصد يجري في هذه الآن غارات متتالية تزلزل المكان. من جديد انهار البرج.